السلام عليكم، مساك الله بالخير. طبعا ما بطول في السالفة أو في البداية، لكن في ناس الآن تسأل عن طريقة قفل الأبواب. في ناس تقول أقفل الباب وما يتقفل معي. طبعا في الموديلات هذه 2015 إلى 2020، طبعا الموتور عندنا 16، في تحكم الأبواب سواء عن طريق الريموت من بعد أو عن طريق التحكم بالمفاتيح الأبواب، لكن كل الإعداد عن طريق الشاشة. طبعا تروح على القائمة، تروح على الضبط، تروح على المركبة، يجيك عنده هنا اللي هو خيارات، ومن ضمنها قفل باب الكهربائي. هذا قفل باب الكهربائي اللي هو بدون ريموت، وهذا اللي هو مع الريموت. شوف هنا فيه تحكمات، شوف يقول لك اقفال الابواب مفتوحة، يعني تقفل الباب والباب مفتوح. ما علينا من الريموت، انا الان عندي هنا اللي هو اتحكم بالابواب بدون ريموت. شوف هنا يقول لك عدم اقفال الباب مفتوح، يعني ما دام الباب مفتوح ما راح يقول افتح. ايش تسوي؟ تخليه تشغيل. شوف الان عندي تشغيل، لما اطفي السويشت واجي اطفي الان اقفل الابواب، شوفوا ما يقبل. لكن لما اعدل الخيار واروح على المركبة واروح على قفل باب الكهربائي وراح اكتب هنا ايقاف، شوف الان لما احط ايقاف عدم اقفال الابواب مفتوحة ايقاف. اطفي الان المفتاح، لاحظ عندي الان تقفل ما يفتح معي، الان ما يفتح الا بالمفتاح. فالتحكم هذا كله عن طريق له الشاشة الوسطية اللي هنا، فما في عطل الا اذا كان انت مسوي الاعداد من هنا وصار تقفل الباب وما يقفل معاك. اخي وقت ممكن عندك مشكلة في الكنترول، تسوي له فصل البطارية وترجعها كحالة مؤقت، ما نفع معاك او ما ضبط معاك تفحص كمبيوتر، ممكن يكون عندك مشكلة في الكنترول او في حساسات الابواب او في نظام اللي هو سكورتي. ايضا عندك في خيار ثاني اللي هو قفل الباب متأخر. الان راح لو اشغلها ايش اسوي؟ اقفل الباب، شوف الان ضغط على القفل وراح يتقفل تلقائي. شوفوا هذا يعتبر هو قفل متأخر. مثلا بطلع برضو من السيارة وبقفل، شوف الان تقفل، هذا لو قفل ابواب متاخر. فالبعض يقول انا اعرف هذا الشيء وصار قديم. انا اتكلم الان شرحي هذا للناس اللي ما عندها خلفيه بهذه الامور. فيه التحكم اللي هو قفل ابواب متاخر، فيه قفل ابواب جميعها مع الباب الركاب مع بعض، فيه تقدر تفتح الباب لوحده حق السائق ويفتح معك باب الركاب متاخر عن طريق برضو الضبط في الشاشه الوسطيه. فكل الأمور هذه موجودة عندك في الشاشة الوسطية. هذا بس مجرد شرح عشان الناس اللي ما عندها خلفية في الأمور. هذا بس تكلم الآن على عدد القفل حق المركبات أو حق الأبواب. شوف عندك القفل المباشر، في هذا اللي هو قلت لك أنا قفل باب متأخر تحط على تشغيل، في برضو أنا طبعا المفروض إنه ما أخليه يقاف، بس أنا حبيت التجربة فبخليه ما يتقفل معي المفتاح الأبواب والباب مفتوح عشان ما يسبب لي مشكلة. ممكن سبحان الله انسى الباب مقفل، وحتى لو قفلت والباب مفتوح ما عندك مشكلة لانه اساسا الباب مفتوح. بس هذا للباب للتوضيح انه الاعداد عن طريق الشاشة. في برضو عندك اللي هو عن طريق التحكم بالريموت لو انت تشغل عن بعد. في عندك هنا اللي هو حقة الضوء مع الريموت، عندك برضو هنا
إشارة الأقفال. طبعاً تبغاها مع البوري مع النور، تبغى النور لوحده، تبغى البوري لوحده، تبغى إيقاف من دون، هذا كل الخيارات موجودة هنا. في عندك برضو لو جميع فتح الأبواب، شوف هنا لا أتكلم عنهم، تبغى تفتح بزر واحد جميع الأبواب، تبغى تفتح باب السائق لوحده بس فقط مع فتح الباب، هذا شيء يرجع لك أنت. أنا حاطها كفتح الأبواب لأنه ما عندي للعائلة وما عندي أحد يركبها معي في السيارة. أيضا عندك هنا إقفال الباب مفتوح، تقدر الآن تحطه على التشغيل أو إيقاف، بس أنا ما أحب إن أحطه، دائما أحطه على إيقاف. هنا برضو عندك لو جهاز تحكم للنوافذ، تشغيل اللي بينزل النوافذ عن طريق الريموت والبعد، وطبعا شرحت عنها في مقطع لوحده، بس برضو الخيار موجود عن طريق له الشاشة. فأغلب الخيارات الموجودة حق التحكم في الأبواب موجودة في الشاشة الوسطية. طبعا الموديلات الـ 7 إلى 14 أنا ما عندي فيه خلفية كاملة، ولكن أنا أجزم أنه إعدادها موجود في الطبلون أو الشاشة الوسطية أو الطبلون اللي هو حق المعلومات. لكن هذه الموديلات 2015 في التاهو اليوكن إلى 2020، وفي السيارة والسلفرادو من 2014 إلى أعتقد 18، وحتى الجديد إعداد الأبواب وما قفل الأبواب وما يخص الرموت والأبواب موجودة في الشاشة الوسطية. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.